عسلامة، مرحبا بكم. انا اليوم باش نحضر شوية فلفل مسير في الزيت. حضرت كرينات فلفل اخضر، فلفل احمر، ومن المستحسن الفلفل نختاروه كيف يكون جويد الفلفل الاخضر والاحمر كيما توا هكا تشوفوا. حضرت شوية ملح وزيت زيتونة. توا باش نبدا ساعة ناخذك الكرينات متاع الفلفل باش نحيلهم مقتمرهم ونحيلهم الزريعة متاعهم. إذا كنا نحبوا الزريعة نخليوها راهو نجمو نخليوها، أما من المستحسن نقصوا منها شوية خير. ونقصوا هكا شوية بالسكينة. الفلفل توا هكايا بالقرين بالقرين حتى نكملو كله، نحيلو قطامرو ونحيلو الزريعة، نقص منها شوية الزريعة كان قعدت شوية ميساج، ونقصوه هكايا باش بعد في الرحيل يديرنا ساهل، يا إما نفثخوه بالمهريز وإلا بالخلاط كان عندنا روبو بالريحان نجمو أسهل لنا. الفلفل بعد ما كملت نحيتو الزريعة نتاعو ونحيتو قطامرو قصيتو باش نفثخو، يا إما نفثخوه في المهريز وإلا كان عندنا الخلاط الكهربائي نجمو نحطوه في وسطو ويتقصلنا جويد كيما احنا نحبو اللي يساعدنا. أنا باش نستعمل الروبو. هاكا نرحيوه كيما هكايا جويد، واللي يحبو أخشن شوية ينجم يعملو أخشن شوية، وطب طريف طريف حتى نكمل نفثخو الكلو. وحتى بالمهريس راهو ينجم يجينا هكايا مفثخ بالقدا، اللي ما عندوش خلاط ينجم بالمهريس. الفلفل هاني كمان فضخته، هذايا الفلفل اللي فضخته في الروبو وزنته بعد ما نحيت له القطمر نتاعو والزريعه. كيلو فلفل احمر واخضر، هذايا كيلو فلفل باش نحط له 120 غرام ملح ارطب ونخلط. الفلفل بعد ما خلطته فك الملح باش نصبو في الكسكيس. بعد ما نحطو في الكسكيس باش نغطيه بصحن كي
كيما توا هكايا الصحن وننزل عليه هكايا باش يهبط الماء تاع الفلفل. ناخذوا اي حاجه عندنا رزينه في الكوجينه، انا ارزن حاجه عندي المهريز هذايا نحطه هكا وننزل، واذا كان ما عنديش مهريز نجمو ناخذوا حتى حكم تاع طماطم بكيلو ونفقلوا بها ونخليوه الفلفل يبات ليله كامله في الكوجينه حتى يستقطرك الماء والملح نتاعو الكل، اما على الاقل مرتين ثلاثه ننزلوا عليه هكايا ننزلوا باش يهبطك الماء. الفلفل بيته ليله كامله واستقطرك الماء نتاعو الكل. هاكا سايب برشا ماء باش نفوقو. باش نحطلو شوية تابل. كروية. نرفع كروية. والثوم. راس الثوم هذايا قشرته وهرسته ونخلط. هاني كملت خلطته، توا باش نضيف الدبوسة. وقت نعبيه في الدبوزة نرصو هكايا وتوا باش نعومو بالزيت. هاك الفلفل بعد ما عومتو بالزيت نجي هكا بالسكينة ونخلخلو هكا شوية في برشا بلايص باش يهبطك الزيت اللوطة. وتوا هكا زيتو باهي عايم الكل، مانيش باش نزيدو حتى نكته زيت. وتوا نغطيها الدبوزة ونجمو نخليوه الفلفل المصير هذايا المفضخ اللي عملته في زيت الزيتون نجمو نخليوه في الثلاجة والا حتى لبرا في الكوجينة، راهو ما يفسدش ومجرالو حتى شيء. وبعد جمعة نجمو نبداو ناكلو منه، يا اما ناكلوه ني هكاكا والا نجمو نفقصو فيه عظمه ونشويو كعيبه مرقاز ونعملو في كسكروت. راهو يجينا كسكروت بنين برشا بالاخص في طقس بارد. وان شاء الله عجبتكم الريسيت نتاع الفلفل المفضخ اللي مسير في زيت الزيتونه، وشهيه طيبه وبسلامه.